لو طلع لك عفريت من مصحف علاء الدين وقال لك يحقق لك الامنيات اللي انت عايزها، هتطلب منه ايه؟ يعني مثلا انا اقول له نفسي اكون غني، ارجع المدرسة تاني، طلعت من المدرسة عايز ادخلها تاني عشان كنت شغال وطلعت منها. انت في سنة كام؟ طلعت وانا من رابعة. مين طلع؟ انا طلعت من نفسي. طب دلوقتي ما ينفعش ترجع؟ ليه؟ لازم حد معايا. انت ما فيش حد معايا؟ لا، معايا امي ابويا متوفي، يعني لو جيت ادخل مدرسة احب ادخل لازم بابايا بس، المهم ما ينفعش ادخل منها، ما ينفعش تدخلني. عشان ايه؟ يعني مثلا التعليم ده بتاخد منها فلوس.